هذا في رجل طال عمرك وبيسمع عارف بالله، وجاءها امرأة تشكو يعني عنف زوجها وأذيته وكذا، وكان عاقل هو، وهو يعرف أن وراء كل عظيم من امرأة، فجتها قالت أنا في زوجي وفيه 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 وكذا، قال ما في مشكلة إن شاء الله نشوف الحل، بس جيبي لنا شعرة من تحت لحي القرد الكبير أبو عفل يسموه. فذهبت وأخذت لها موز وضبطت وضعها، وشهر وهي تداري هذا القرد تقرم منه تقول بتحكحك تهبله جميع الأكلات لمدة شهر. فألفها القرد من بين القرود، ومن يوم يجي طوال يروح، فقالت في لحية وأخذت من لحية شعرة، قال لا تزيدين على شعرتين، إجابت الشعرتين هذه وأعطت الشيخ، قالت يا شيخ كم ما كثتي معه؟ قالت شهر وأنا أحرص على كذا وأكله أكل وحكه وروضته أروضه. قال سبحان الله في شهر استطعتي تروضين قرد لا يعقل، ورجلك هذا ما تقدرين في يومين أو ثلاثة أو الحياة كاملة، هو يحتاج منك إلى كلمات جميلة وإلى حسن تبع. ليش قالوا ولا وراء كل عظيم من امرأة؟ لأن هي اللي تصنع العظمة في الرجال. كم من واحد كان نكرة ما حد درى عنه ولا لكرت مجتمعي، هذه حطتها معرفة عرفوه الناس بالمرأة هذه، وكم من واحد كان معرفة ما أحسن من نكرته زوجها جت وحطته ما خلاص خنست به. فورا كل عظيم امرأة ما صدرت هذه التعليمات التربوية إلا أن فعلا المرأة هي اللي تصنع الرجال والعظمة في حتى الأبناء يا أخي. أمس يخبرني مجاهد الطالب هذا الولد اللي أخذ الأول في المجاهد، لا يخفى عليكم أسأل الله أن يرفع قدره ووالديه، يقول جانا أبوه رجل عادي، يقولنا كنا نظن أن أبوه طالب علم أو قاضي أو رجل ما هو بسيط، يقولوا جانا أبوه رجل عادي. ما يخفى علينا، يخفى علينا احنا، ما مجاهد من هو ذا؟ مجاهد اللي أخذ الكفيف اللي في القرآن الكريم، الولد الصغير عمره 10. تعرف أنت أنه والله ما نعرف. الشاهد أنها طلع لها لقاءات وكذا، فيقول قجابه للمدرسة، يقول فظننا أنه يعني يقول قلنا يمكن انه ما هو سهل هذا الاب. هل 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 يقول فوجدناه اب عادي من عوام الناس، فسالناه ما هو السر في هذا الابداع في مجاهد، اظن اسمه جزاك الله خير يا ابو ملاك في زواجك، وش السر هذا في ابداع مجاهد؟ قال السر في ابداع مجاهد عن الام، يقول امه، يقول ما وصل إلى هذه المرحلة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم هذه الأم العظيمة. فلذلك يا إخواني الكرام هذه المرأة هي اللي تصنع العظمة في الرجال، فأينما يعني أينما تكون المرأة العظيمة هي اللي تصنع الرجال، وأسأل الله لنا ولهم التوفيق والسلام. آمين آمين.